أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن العملية التركية في شمال سوريا تركت 12 سجنا يحتجز فيه مقاتلون أجانب وثمانية مخيمات للنازحين من دون حراسة وحذر شويغو من خطر هروب المسلحين وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية معنا الآن من موسكو الكاتب والباحث السياسي سليم علي مساء الخير أستاذ سليم مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ما ما الخطوره من وجود هذه السجون اذا كانت بالفعل تحت السيطره حتى لو كان فيها مسلحين من الارهابيين السابقين او مخيمات للنازحين ما الخطوره التي يمكن ان تشكلها في في هذه المنطقه في هذا الوقت مساء الخير بالطبع الخطوره طبعا التصريح لوزير الدفاع سيرجي شيغو تم كان هناك في الصين وفي منتدى شرق اسيوي شرق اسيوي وهنالك قد طرح هذا الموضوع لان الكثير من اصول مقاتلين داعش ايضا هم اجانب م. ومن المناطق الشرق اسيويه من مناطق الصينيه الإيغور كما من قوميه الإيغور وهنالك خطر بعوده هؤلاء عندما يطلق سراحهم او يفروا من هذه السجون والمعتقلات قد يتجهوا الى دول دولهم الام ويقوموا باعمال ارهابيه ويشكلون خطرا عليها. م. طبعا هناك تم طرح التصريح ان نحن مستعدون للتعاون من اجل هذا ضبط هذا الموضوع ومد يد ونداء وجه ايضا الى تركيا والولايات المتحده الامريكيه للتعاون مع روسيا من اجل تداول وتدارك الخطوات خطوره هذه هذه هذا الواقع الذي حصل. م. بالطبع هنالك خطوره كبيره، نحن نرى هذه العمليه العسكريه قد تساهم في امتداد مقاتلين اشداء، مقاتلين خبراء يستطيعون قوة قدره قاده داعش والمعتقلين هم قدرتهم على العمل والقيام من خلال نقل خبراتهم الى دول اخرى، من خلال تشكيل خلايا جديده، من طيب. خلال البدء بعمليات ارهابيه في دول اخرى. طيب هذه العمليه يعني التي قادتها تركيا استاذ سليم يعني ستسفر عن سيطره تركيا على منطقه جغرافيه واسعه هناك ما الذي يمكن لروسيا ان تفعل غدا الرئيس بوتين يلتقي مع الرئيس اردوغان لا شك هذه المساله على راس جدول الاعمال ما الذي يمكن لروسيا ان تفعله في الفتره القادمه في هذه المنطقه بالتحديد لضمان عدم فرار هؤلاء ولضمان نوع من الاستقرار ايضا في تلك المنطقه طبعا اللقاء طبعا لقاء غدا سوف يجرى لقاء مهم جدا سوف يحدد مستقبل شمال سوريا على الاغلب وهنالك طريقه التعامل مع المراحل المقبله هنالك الان رغبه روسيه بالعمل على اعاده احياء العمل باتفاقيه أضنة التي كانت مبرمه من عام 1998 بين الدوله السوريه والدوله التركيه وهنالك رغبه روسيه وعروض روسيه من اجل تعديل هذه الاتفاقيه حسب رغبه الطرفين وهنالك يقال ان هنالك مباحثات ما وراء الكواليس بين بين الاطراف طبعا بوساطه روسيه بين الاطراف الطرف السوري والطرف التركي من اجل التنسيق والعمل المستقبلي علي الاغلب ما تعمله روسيا لان روسيا هي دوله عظمي وهي دوله تستطيع ومسيطره وتتحكم بمفاصل الأمور في سوريا ولا يمكن لتركيا أن تصطدم معها وخصوصا أن رأينا قد فقدت دعم المجتمع الدولي إن كان أوروبا حتى الولايات المتحدة الأمريكية هنالك انتقادات لهذه العملية ليس دعم. لا يوجد دعم دولي لهذه العملية وهنالك انتقادات لجرائم التي ترتكب ونرى هنالك أن تركيا تقوم باحتلال مباشر بالرغم التصريحات التي تطلقها القيادة التركية بالطبع بالطبع هنالك نحن هنالك امام اتفاقيه قد تثمر على ترتيب العلاقات وشكل العلاقات لاداره المناطق الامنيه بين الدوله السوريه وتركيا برعايه روسيه. الدوله السوريه تعتبر الوجود التركي وجود احتلالي كما اشرت حضرتك منذ يعني اليوم الاول لكل العمليات العسكريه هناك وبالتالي كيف يمكن أن يكون هناك تنسيق مباشر بالطبع. لبقاء تركيا في هذه المنطقة لفترة طويلة هناك اتفاقيات هناك اتفاقية أظن قد سمحت بدخول دخول قوات تركيا بعمق خمسة كيلومترات ولكن ليس لفترات طويلة طبعا ما هي شكل والطبع إذا هناك اتفاقية قد تعلن دولتين الدولة السورية والدولة التركية عن التوصل إليها. طبعا لن تضمن ولن تسمح ببقاء قوات أجنبية. بدون موافقة الدولة السورية على الأراضي السورية. م. الاتفاقية. الاتفاق على آليات حماية الحدود المشتركة بين الدولتين. هو هذا لا يعني ان هنالك سوف, سوف ينتج احتلال ضامن ويبقي قوات تركيه بشكل دائم بالطبع روسيا لا ترغب بان تكون هنالك قوات تركيه وقواعد تركيه بشكل دائم في الشمال السوري بالطبع بالاتفاق مع الحكومة السورية قد يكون هناك شكل من اشكال التنسيق الامني، نقاط مراقبة كما رأينا هنالك باتفاق الاتفاق الروسي التركي، هنالك نقاط مراقبة في محافظة ادلب نرى هنالك حتى في الشمال العراق هناك قواعد ونقاط مراقبة تركية ايضا م. هناك من خلال اتفاقيات مع الدولة العراقية او مع الاقليم الكردي، طبعا هناك الاشكال طبعا روسيا لا تسعى الى القيام بصدام بين بين سوريا وتركيا لان هذا سوف يؤدي الى اندلاع حرب لا تحمد نتائجها نحن ما نراه الان هنالك المحاوله من اجل تقريب وجهات النظر هنالك مخطط تركي يعمل على اقتطاع شمال السوري وضمه الى الاراضي التركيه وتوطينه ومن مجموعات مجموعات مسلحه مدعومه من قبل تركيا من اجل ادارته تحاول روسيا من خلال وساطتها ان تعيق هذه الخطوه بالطبع سوف سوف تتم هنالك مفاوضات ما هي هذه المفاوضات طبعا 100 عام من المفاوضات افضل بكثير من ساعه من الحرب اخيرا استاذ سليم يعني في بمقابل التنسيق السوري التركي المحتمل الان في الفتره القادمه هناك اليوم اتفاق بين الاكراد وبين الحكومه السوريه كيف يمكن للحكومه السوريه التوفيق بين المسالتين طبعا نحن علينا ان نكون واقعين الاكراد هم مواطنين سوريون في الدرجه اولا واخيرا وهنا هي علاقه بين دوله سوريه ومواطنيها هذا يختلف تماما عن العلاقه بين قوه غازيه تحاول ان تحتل جزء من الاراضي من الاراضي وتفرض سيطرتها واستغلال حاله الضعف التي تعاني منها الدوله السوريه من اجل اقتطاع اجزاء منها. بالطبع الاكراد هم جزء من النسيج السوري وهم عليه ان بالاتفاق مع الدوله السوريه ان يبنوا مستقبل سوريا وتوصلوا الى حل سياسي من اجل مستقبل سياسي مشترك من اجل اداره الدوله السوريه. العلاقه مع تركيا هي دوله دوله جوار. دوله لها اطماع، دوله تسعى الى فرض سيطرتها ولكن ولكن الافضل الدخول بمفاوضات من اجل التوصل الى اتفاقيات تضمن وحده الاراضي السوريه وتبعد خطر الحرب عن سوريا. شكرا جزيلا لك الاستاذ سليم علي الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشره من موسكو. اهلا بكم.